يا قوم، أين محمد بن عبد الله؟ إنه أمامك يا رجل، تقدم إليه. يا محمد، إني أسألك، فمشدد عليك في السؤال، فهل يسع صدرك لي ولا تغضب؟ ابتسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم برفق وقال له: سل ما شئت يا أخي. أسألك بربك ورب من قبلك، هل أرسلك الله إلى الناس كلهم؟ قال له رسول الله: اللهم نعم. أنشدك بالله، هل الله أمرك أن نصلي صلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. أنشدك بالله، هل أمرك الله أن تأخذ من غنينا الصدقات وتقسمها على الفقراء منا؟ تبسم رسول الرحمة وقال له: اللهم نعم. آمنت بما جئت به يا رسول الله، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك، فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.